واحد من أفضل مواقع تعدين عملة الدولار يا شباب، والربح من الإنترنت بدون رأس مال حرفيا هو الموقع اللي معانا النهاردة ده. الموقع ده يا شباب أنا وصلت بالسحب من الحساب اللي قدامكم ده ل735 دولار، سحبتهم من الموقع لغاية دلوقتي. ده غير إن أنا عندي رصيد متراكم قابل للسحب، ممكن أسحبه قدام حضراتكم 98 سنت، وده آخر رصيد متراكم على الموقع. وكنت بدأت على الموقع بإيداع 1 دولار، وبعد كده وصلت إلى 10 دولار إيداع في الموقع. يعني أنا بدأت أصلا على الموقع بإيداع 1 دولار، وده كان بتاريخ زي ما حضرتك هتشوف معايا كده حالا. هنضغط على هيستوري من هنا، دي كلها عمليات السحب يا شباب اللي أنا عملتها من الموقع. زي ما حضراتكم شايفين عمليات كتيرة جدا لا تعد ولا تحصى، وده دليل على صدق الموقع. ولكن في بعض الاسباب اللي خلت الموقع يفضل شغال معايا لغايه دلوقتي. زي ما حضراتكم شايفين كده في نهايه الصفحه، انا بدات على الموقع ده بتاريخ 4/7/2022، واحنا النهارده 12/7/2023، يعني حضرتك كده انا بقالي بالظبط سنه على الموقع، والموقع شغال معايا تمام مفيش اي مشكله. وكان اول ايداع عملته على الموقع كان 1 دولار، بعد كده سحبت اول 70 سنت من الموقع وبدات ان انا ازود الايداع، واضفت مرة تانية 3 دولار على الايداع، وبعد كده بدأت اسحب تاني، وهكذا لحد ما وصل معايا الايداع الى 10 دولار بس وتوقفت. ما حاولتش ان انا اعمل ايداع مرة تانية على الموقع، وسبت الموقع شغال معايا على كده. طبعا عشان الموقع يفضل شغال معاك بالطريقة ديت وما يوقفش ابدا، في بعض النقاط لازم حضرتك تعملها او بعض الخطوات لازم حضرتك تقوم بيها داخل الموقع، واللي هشرحها لك بالتفصيل. وطبعا زي ما حضرتك شفت انا بقالي سنة على الموقع، والحمد لله الموقع شغال معايا، وده وقت كافي جدا ان انا اقول لك على كل مميزات وعيوب الموقع، كمان اديك الخلاصة اللي هتخلي الموقع يفضل شغال معاك زي ما حضرتك شايف كده. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا شباب، انا اخوكم احمد حمزاوي من قناة نيت بروفيت، قناة متخصصة في شروحات مواقع الربح من الانترنت والثغرات وجلب الاحالات. علشان كده فضلا وليس امرا، لو حضرتك لسه اول مرة تشوف القناة ياريت تشرفني بالاشتراك وتفعيل زر الجرس على الكل علشان يوصلك كل جديد. ومش بس كده يا شباب، يعني لو رجعنا على الصفحة الرئيسية هتلاقي ان الحساب ده باسم زيوز ومسحوب منه 735 دولار حتى الان، ولكن انا عندي حساب تاني على الموقع زي ما حضرتك شايف كده، ده حساب تاني باسم ميدو، انا مسجله على الموقع باسم ميدو، وهقول لك ليه تحديدا انا سجلت الحساب ده. ولو حضرتك لاحظت هنا انا عامل ايداع على الحساب ده ب1 دولار فقط، وسحبت من الحساب ده تحديدا 208 دولار 15 سنت زي ما حضراتكم شايفين، يعني اجمالي السحب اللي انا سحبته من الموقع دخل في حوالي 1000 دولار حتى الان يا شباب. ليه انا عملت الحساب ده؟ هتعرف كل حاجه بالتفصيل، بس خلينا نرجع على الحساب الاساسي او الحساب الاول اللي انا عملته على الموقع. على فكرة الحساب التاني ده من الأسباب اللي خلت الموقع يفضل شغال معايا لغاية دلوقتي. كل النقاط دي هوضحها لحضرتك حالا، ده آخر رصيد تراكم ليا على الموقع. وزي ما قلت لحضراتكم في بداية الفيديو يا شباب، أنا بدأت يوم 4/7/2022 على الموقع زي ما حضرتك شايف كده، وهو كان 1 دولار فقط اللي أنا عملته إيداع. طيب آخر عملية سحب علشان أأكد لحضرتك مصداقية الموقع، آخر عملية سحب لو طلعنا فوق تاني خالص كده هتلاقي 52 سنت على محفظة بايير بتاريخ 22/6/2023، يعني كده شباب الموقع بقاله سنة بالظبط معايا شغال تمام مفيش أي مشاكل. طب إيه الأسباب اللي خلت الموقع ده يفضل شغال معايا لغاية دلوقتي من غير ما يتم توقف الموقع معايا أو يعجز عن السحب أو يحصل معايا أي مشكلة في الموقع والموقع يقفل؟ السبب الرئيسي اللي هيخلي الموقع ده شغال معاك باستمرار مفيش أي مشكلة معاك هو الإحالات. بمجرد انك حضرتك بتدعو شخص واحد انه يسجل في الموقع ويعمل ايداع حتى لو ب1 دولار، كده حضرتك حسابك بيبقى ناشط على الموقع وبيتم ادراجك تلقائيا في قائمة الشركاء الناشطون. وطبعا حضرتك بتتميز كده بان حسابك ناشط وشغال، وبيفضل الحساب شغال معاك وبتسحب منه كل ما بيتراكم عندك 50 سنت بالظبط، تقدر تسحبهم بكل سهوله زي ما حضرتك شايف كده. دي كلها عمليات سحب، في منها عمليات سحب من رصيد الايداع او التعدين، وفي برضو عمليات سحب من الاحالات. اي احاله او اي شخص حضرتك بتدعوه للموقع وبيسجل من مبلغ الايداع اللي هو بيضيفه في الموقع،
حضرتك بيوصلك 20% منه. يعني لو حضرتك الشخص ده عمل ايداع ب1 دولار، حضرتك بتاخد 20 سنت تلقائيا على حسابك من ال1 دولار. ده لا ينقص من حساب الشخص ده اي شيء يا شباب. طيب هتقولي انا ازاي هقدر اعمل احالات للموقع، انا ما عنديش وسيلة ان انا اقدر اعمل بيها احالات. اقولك الموضوع سهل جدا، وده اللي انا عملته زي ما قلت لحضرتك. لو لاحظت ان انا عندي حساب تاني على الموقع، انا برضو زيك كانت عندي نفس المشكلة في البداية مع الموقع، ما كانش عندي الفرصة ان انا اقدر اعمل احالات، ولكن شغلت دماغي شوية والحمد لله ربنا اكرمني بفكرة قدرت ان انا اعمل بيها احالة نشطة على الموقع، وقدرت ان انا اخلي الموقع شغال معايا بالطريقة اللي حضرتك شايفها دي لغاية دلوقتي، وهي ان انا سجلت حساب تاني زي ما حضرتك شايف باسم تاني. بعد ما سجلت اول حساب في الموقع يا شباب، وبدأ ان الموقع يطلب مني احالات علشان يبدأ يسحب بعد المرة الثالثة للسحب. يعني حضرتك مثلا عملت ايداع ب1 دولار وسحبت مرة والتانية، المهم ان انت وصلك الدولار بتاعك، حبيت ان انت تزود الايداع، جيت تزود الايداع بعد كده الموقع طلب منك احالة، لازم حضرتك تجيب شخص. فانا ما كانش عندي الفرصة ان انا اعمل احالة، فاضطريت ان انا اعمل حساب تاني على الموقع برابط الاحالة الخاص بالحساب الاولاني زي ما حضراتكم شايفين كده، وده اللي تم هنا، وده كان السبب الرئيسي اللي خلاني عملت الحساب التاني ده. وبعد ما سجلت الحساب عملت ايداع ب1 دولار بس زي ما حضراتكم شايفين كده. كده انا نشطت الحساب الاولاني، وفي نفس الوقت وصلني 20% من المبلغ ده على الحساب الاولاني، يعني خدت 20 سنت من ال1 دولار ده على حساب الاولاني، استلمتهم وسحبتهم عادي مفيش مشكلة. وده كانت اول تسجيل احالة عملتها على الحساب بتاعي الاساسي، وهي دي اللي نشطت معايا الحساب لغاية دلوقتي. بعد كده بدأت ان انا كل ما بسحب من الموقع ممكن ازود الايداع، اعمل مثلا ايداع ب1 دولار والموقع بقى يسحب معايا عادي جدا مفيش مشكلة. واخر حاجة فكرت فيها ان انا اشير رابط الاحالة دوت واعمل بعض العروض على مواقع السوشيال ميديا، وفكرت اخيرا ان انا اعمل فيديو على اليوتيوب، والفيديو ده هو كان الحل السريع للاحالات، وهو سبب حصولي على كل المبالغ اللي حضرتك شفتها دي على الموقع. حساب سحبت منه 735 دولار، والحساب التاني زي ما حضرتك شايف اللي انا كنت عامله اصلا عشان انشط بيه الحساب الاولاني، سحبت منه 208 دولار زي ما حضرتك شايف. دي كل قصتي مع الموقع يا شباب. يعني من البداية كده حضرتك لو ما عندكش القدرة انك تعمل احالة واحدة حتى على الموقع تكون نشطة وتعمل ايداع حتى لو ب1 دولار زي ما حضرتك شايف كده، يبقى بلاش تسجل في الموقع وبلاش تضيف فلوس، لان انت كده بعد كده يعني انت هتسحب بس اول مرة هتسحب المبلغ اللي حضرتك حطيته، ولكن بعد كده هتلاقي الموقع بدأ ان هو يطلب منك احالة نشطة علشان خاطر تقدر تسحب رصيدك. وده انا بقوله لك للامانه، محدش هيقول لك الكلام دوت على اليوتيوب، كل الناس بتدخلك علشان خاطر هي عايزه الاحالات، ولكن احنا بنتقي الله، وطبعا احنا كلنا مسلمين ولازم نتقي الله في اموال المسلمين. فده للامانه انا بقول لك ان الموقع مش هيسمح لك بالسحب للمره الثالثه الا لما تكون عندك احاله اضافت حتى لو 1 دولار في الموقع. طبعا يا شباب الموقع بيدي لك 50% يوميا على مبلغ الايداع اللي حضرتك بتضيفه، يعني لو اضفت 1 دولار كل يوم بيتضاف لك على حسابك 50 سنت، وبتقدر تسحب رصيدك بمجرد ان هو يوصل 50 سنت، يعني بمجرد ما يوصل هنا 50 سنت بتقدر تسحب على طول. عشان تسحب رصيدك بتضغط على withdraw، وبعد كده بتختار المحفظة اللي حضرتك عايزها. طبعا انا مسجل محفظة بايير ومحفظة بيرفكت موني، وبالضغط على المحفظة اللي حضرتك بتختارها بيتم سحب الرصيد مباشرة، ولكن انا مش هسحب الرصيد لان انا محتاج ان انا ازوده بس شوية، لان طبعا على ما بيكمل معايا 50 سنت تاني بياخد وقت مثلا بتاع حوالي اسبوع، لان طبعا انا وقفت ايداع ما بقتش اعمل ايداع تاني، وبالتالي اما بتوقف ايداع بقى بعد فترة بتحس ان التعدين بدأ ان هو يعد ببطء، يعني بعد فترة معينة من عدم الايداع بتاعك حضرتك. انا لكن الموقع ده بقالي عملت كل الايداع ده في خلال اول شهر، بعد كده 11 شهر انا ما عملتش فيهم اي ايداع على الموقع، انا بسحب بس من الرصيد المتراكم اللي بيتراكم من الايداع اللي موجود اللي هو على 10 دولار، او بسحب رصيد احالات لو حد سجل احالة مثلا بينزل لي 20% بسحبه. هو ده اللي انا بسحبه بقالي 11 شهر على الموقع، ما عملتش ايداع من بعد اول شهر تسجيل في الموقع. فانا هنا بحتاج ان انا ازود المبلغ ده على قد ما اقدر واسحب بقى مرة واحدة، يعني مثلا بيبقى 2 دولار 3 دولار وبسحب مرة واحدة مفيش اي مشكلة. ده بالنسبة لعملية السحب. اول ما هتضغط على المحفظة هتلاقي الرصيد وصل على محفظتك على باير. بالنسبة للايداع يا شباب بتضغط على
ماك. بالنسبة للإيداع يا شباب بنضغط على ماك ديبوسايت من هنا، وهنا برضو بتختار المحفظة، بتضغط على المحفظة بتفتح لك الصفحة اللي حضرتك شايفها دي كده. حضرتك كل المطلوب منك هنا بتنسخ رقم المحفظة دي اللي هي الخاصة بالموقع اللي انت هتحول له عليها المبلغ، بتاخده نسخ وبتروح على محفظة بيير، بتقوم بعملية الإيداع، وبعد كده من محفظة بيير بتنسخ معرف العملية، بتجيبه وتضيفه هنا في المكان ده، بيبقى بالشكل ده مثلا كده، وبنضغط على توب اب. بعد ما بتضغط على توب اب بترجع على الصفحة الرئيسية، بتلاقي الرصيد اتضاف لك وبدأ التعدين يشتغل معاك بسرعة. كل ما تراكم عندك 50 سنت بتبدأ ان انت تسحبهم، مفيش اي مشكلة. ولو عايز تطول شوية في التعدين مفيش اي مشكلة برضو، سيب التعدين وهتسحب عادي مفيش اي مشكلة. ولو حضرتك محتاج مساعدة وما قدرتش ان انت تعمل احالة حتى واحدة نشطة، اكتب لي في التعليقات وهبعت لك رقم واتس هنتواصل مع بعض عليه. من خلال الرقم ده انا هاخد من حضرتك رابط الاحالة الخاص بيك وهضيفه لك اسفل الفيديو اللي حضرتك شايفه دوت لمدة 24 ساعة. اي احالات هتيجي دي من نصيبك انت، فده واجب انا هعمله مع المتابعين بتوعي ان شاء الله. اي حد عنده مشكلة عايز احالة نشطة او احالتين ثلاثة نشطة للموقع مفيش مشكلة يا شباب، اكتب لي في التعليقات زي ما اتفقنا، وانا باذن الله هبعت لك رقم واتس. من خلال رقم الواتس ده هنتواصل وهاخد منك رابط الاحالة هضيفه لك لمدة 24 ساعة، وده هعمله بالترتيب مع حضراتكم لمدة 24 ساعة. يعني كل شخص هحط له الرابط لمدة 24 ساعة، وانت ورزقك، جالك 10 احالات 20 احالة، جات لك احالة واحدة ما جاتش خالص، ده انت ورزقك. ولو قابلت اي مشكلة ياريت برضو تكتب لي في التعليقات وانا هرد عليك فورا، وان شاء الله هنحلها مع بعض، وان شاء الله مفيش اي مشاكل لو اشتغلت بالطريقة اللي انا قلت لك عليها دي. واعمل في حساباتك انك لازم تعمل احالة، والاحاله دي لو حضرتك هتعملها لنفسك بالطريقه اللي انا قلت لك عليها دي، وهتسجل حساب تاني لنفسك، فياريت تكون عندك محفظتين مش نفس المحفظه هتسجل بيها داخل الموقع، لان الموقع ما بيطلبش منك ايميل ولا بيطلب منك تحقيق من بريد الكتروني ولا اي شيء. كل الربط اللي بينك وبين الموقع يوزر نيم وباسورد فقط والمحفظه، المحفظه هي اللي هتبقى فاصل ما بين الحساب الاولاني والحساب التاني اللي انت بتسجله. فسجل في بيير مثلا محفظة او اتنين مفيش مشكلة، تقدر تسجل في محفظة بيير حساب جديد بايميل تاني عادي، وتستخدم المحفظة دي في الحساب التاني اللي انت هتعمله على الموقع، علشان ما تبقاش نفس المحفظة اللي انت بتسحب عليها من الحساب ده هي نفس المحفظة اللي بتسحب عليها من الحساب التاني، فلازم تخلف المحفظة. كده يا شباب انا شرحت كل حاجة وقلت لك كل حاجة بالتفصيل وبكل امانة عن الموقع، وما كدبتش عليك في اي حاجة. ولو قابلت اي مشكلة ما تنساش تكتب لي في التعليقات. وكده احنا وصلنا لنهاية شرح النهاردة، ياريت لو عجبك الشرح ما تنساش تدعمني بلايك للفيديو، وتشرفني بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل علشان يوصلك كل جديد. شكرا لكم، وكان معكم اخوكم احمد حمزاوي من قناة نت بروفيت.